اتفضلي يا ست الحاج. اتفضلي. انا ام الشهيد كريم. كريم ايه؟ كريم احمد جميل محمود الديب. تمام. كريم مات يوم 28، كان بينقذ واحد فهو اتضرب بالرصاص، الاثنين ماتوا. جت في الرئه دخلت على القلب، مات على مراحل المستشفى، كان مات. لحد دلوقتي احنا بيقولوا عمالين ياخدوا، احنا ما خدناش اي حاجه، المعاش اتعمل ولسه ما خدناهوش كمان. بس ادي اللي احنا خدناه من الدوله، اللي احنا طالبين العدل بتاع ربنا عشان خاطر الناس دي تتحاكم، عشان الناس دي زي ما موتوا عيالنا، خدت بالك؟ هم عيالهم، مش هنقول عيالهم عشان حرام عيالهم ما عملوش حاجه، هم كبار، هم الاساسيين، اللي عملوا كده، هم اللي عملوا كده. نبذة عنه، كان شغال ايه يا حاجه؟ كان شغال دبري. من انت، من هو؟ احنا اصلا من السيده، بس هو كان في دار السلام واتضرب عند اسم دار السلام. مش هو بس، ده ناس كتيره قوي ماتت هناك. بيرشوا زي ما يكون بيرشوا ترشيش. رشاشات كده. زي اكنهم فراخ. عملوا ايه ده كله؟ شكرا.